رساله دعم لمنتخبنا الوطني المصري. والله احنا نتمنى لهم انهم ربنا يوفقهم بقى ويأدوا اداء يشرف المصريين كلهم ويشرف الكره المصريه، وباذن الله نشوفهم في الدور النهائي باذن الله يعني، ونتمنى ان صلاح يخف ويرجع لهم ان شاء الله، والحمله الشرسه اللي بتقوم عليه يعني يخف عليه شويه يعني، الراجل بيمثلنا احسن تمثيل يعني، بس ونتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله. رساله دعم لمنتخبنا الوطني الفتره الجايه ان شاء الله ربنا يوفقهم كده، وان شاء الله يعني يعدوا كويس في المنتخب باذن الله يعني ان شاء الله كده يعني، ويا رب يعني نكسب البطوله باذن الله يعني. الحمد لله بالتوفيق قدرنا ان احنا نصعد باذن الله، نعدي الدور ده وناخد البطوله باذن الله وبالتوفيق يا رجاله. يعني نحاول نخلي الكره سريعه عشان باذن الله نقدر نكسب سكور. خلينا كلنا ورا منتخب مصر حتى لو الاداء مش عاجبنا، بس اهم حاجه ان احنا نوصل ونوصل روحنا للعيبه ويقدم اداء رجولي. احنا بصراحه انا عايز اقول حاجه على الماتش اللي فات، كانوا رجاله جدا جدا جدا، فانا اتمنى ان شاء الله ان يعملوا نفس المستوى في الماتش اللي جاي ويفرحوا الناس كلها معانا، لان هم بجد كانوا رجاله، فاحنا واثقين فيكم ووراكم وهنشجعكم طول ما انتوا بتثبتوا لنا ان انتوا فعلا قد المسؤوليه. كل الشعب المصري وكل الشعب العربي ورا المنتخب المصري ان شاء الله، وفوز بالبطوله باذن الله. والله نتمنى لهم التوفيق، والحمد لله اللي احنا تاهلنا والظروف خدمتنا اللي احنا تاهلنا، وان شاء الله اللي جاي افضل، وان شاء الله نوصل للنهائي وناخد البطوله. وكل الدعم لمحمد صلاح ولكل لعيبه المنتخب، رغم محمد صلاح مش موجود بس كل الدعم ليه، والاصابه هي اللي بعدته بعيد عن المنتخب، وان شاء الله الرجاله قدها وقدود، وان شاء الله البطوله يرجعوا بالبطوله ان شاء الله. وكل الدعم للاعيبه النادي الزمالك ونادي الاهلي وكلنا واحد، وكل لعيبه منتخب مصر ان شاء الله رجاله وقد البطوله وهيجيبوها ان شاء الله.